نروح بقى لاخبارنا واخر استعدادات الاهلي للمباراه. طبعا الاهلي معروف انه فاز على فريق المرج بهدفين مقابل هدف في مباراه وديه اقيمت بالامس على ملعب التتش. طبعا ده حصل ضمن استعدادات الفريق لمباراه الزمالك المقرر ليها يوم الجمعه الجاي ان شاء الله، زي ما كنا بنقول في الجوله الثالثه من منافسات بطوله الدوري الممتاز. سجل هدفي الاهلي محمود كهربا وحسام حسن، ونقدر نقول ان بيتسو موسيماني اطمئن الى حد كبير على جاهزيه جميع اللاعبين في هذا اللقاء الودي مع المرج قبل الدخول النهارده ان شاء الله في معسكر مغرق. طبعا الاهلي كان حقق الفوز على فريق البنك الاهلي في المباراه اللي اقيمت يوم الاحد اللي فات ضمن منافسات الجوله الثانيه لبطوله الدوري الممتاز، وده كان ثاني لقاء على التوالي للنادي الاهلي بعد اللقاء اللي كلنا استمتعنا بيه جدا جدا جدا، لقاء الاهلي والاسماعيلي واللي شفنا فيه شويه حلويات بالمعنى الحرفي للكلمه.